السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الجريد ممكن أحتاجه ساعات من ناحيتين، ساعات من جهة واحدة، فممكن أجي هنا أدي التايب وأقول له دوبليكيت، وهقول سم ده مثلا دبل، وأقول له أوكي. الدبل دوت هعلم على العلامتين دول، ممكن أعمل واحد تاني يبقى عكسي، يبقى مثلا الإند وان اتعلم عليه والإند تو هو اللي مش اتعلم عليه، أقول له أوكي، هيبقى من ناحيتين. ففي اي لحظه ممكن تعلم على دول، مثلا هتقول الفلتر وتقول له انا عايز بس ايه الجريد، مش عايز السكوب بوكس معايا، وتقول له انا محتاج اللي هو الدبل بشكل دبل. طيب خلينا نيجي هنا في اي واحده فيهم اللي هي النورث مثلا، اهوت ممكن تعلم على دول كده تمام، وتقول له انا عايزهم مثلا دبل، وهتدخل هنا في الايديت تايب بتقول لك ايه نون بلان فيو سيمبل، انت عايزهم من انهي جهه، ممكن من التوب او من البوتوم او من البوز من ناحيتين، اقول له ابلاي فهيظهروا معايا فوق تحت، ممكن تقول لا من الاند من تحت بس. طيب ممكن تقول له بقى انا عايز السيمبل، تبدا تختار الرمز، ممكن تلاقي اكتر من رمز. السنتر هتقول له مثلا الكاستم، لا اما الخط يبقى مكمل لا اما مفيش خط خالص بالشكل دوت، تلاقي فيه قطعة من هنا، هنا فيه اختفاء للخط، تقدر تتحكم في الكمية بتاعتها، المسافة قد ايه مثلا 5، تقول له ابلاي اوكي، هتلاقي الخط حد هنا بس كده وبيروح واقف. طيب ممكن اعمل سيلكت كده واقول له اديت تايب واقول له انا عايز كاستم، فتبدأ بقى تختار شكل الخط هيبقى عامل ازاي، ممكن تقول له انا عايز مثلا الجريد لاين يبقى هيدن مثلا ابلاي، فيبقى بالشكل دوت، يبقى فيه تقطيع الخط وهكذا. خلينا نعمل سيلكت كده ونقول له انزل بشوية.